مساء الخير على كل متابعي منصة أبو كبير ميديا، معكم سمر مكي من محافظة قنا، ولايف جديد النهاردة ومختلف. هي مأساة، يعني إمبراطور السمكرة، ملك السمكرة في محافظة قنا، عم محمود عمره 68 سنة، السرطان بينهش في جسمه، جوز 5 بنات من شغله في الشارع، حتى كشك صغير مش عنده، غير زي ما شايفين اهو بيشتغل من الشارع على النار، بيشتغل في كل حاجة في الصفيح. عم محمود مريض السرطان، صاحب 68 عاما، بيشتغل حتى الآن رغم المرض اللي بينهك في جسمه، بيشتغل عشان لقمة العيش في الشغل البسيط وأدوات الصفيح طبعا من الصاج. هنتعرف معاكم على قصة إمبراطور السمكرة في محافظة قنا، عم محمود المريض مريض السرطان من 3 سنين، عنده ورم في الزور وبيشتغل كل حاجة من الصفيح لمبات الجاز. فين اللمبات يا عم محمود اللي عندك؟ طبعا اللمبات اللي كانوا بيعيشوا عليها اجدادنا من مئات السنين، عم محمود حتى الان بيصنعها، لان هي المهنة دي اللي ورثها عن اجداده. 50 سنة هو قاعد في الشارع، المكان ده على الرصيف، ده الكشك بتاعه اللي بيحط في الحاجة قبل ما بيروح، وبيجي يفتح تاني يوم الصبح، بيشتغل من الساعة 9 الصبح للساعة 6 المغرب على الناصية، بأدوات بسيطة، ادوات عمرها 150 سنة، يعني الادوات دي الحديد دي عمرها 150 سنة، ورغم ان عمره 68 سنة وجوز 5 بنات، جوز بناته الخمسة، الا انه مريض ومريض السرطان، الا انه ما زال بيشتغل في الشارع عشان لقمة العيش، بيشتغل كل حاجة من الصفيح. العلب الصفيح دي بيشتريها بفلوس، العلب الفاضية بيشتريها بفلوس، وبيجي يصنعها صواني زي ما احنا شايفينها. دي اكتملت كده عم محمود ولا ما اكتملتش؟ طب احنا عايزين نتعرف عليك الاول، معلش ثانية. ما فيش حد غيري انا هنا في السن بتاعي ده. سنك؟ السن بتاعي ما فيش غيري انا. 68 سنة؟ اه. العمر كله الحضطة؟ الباقي ده كله شباب. وطبعا هم ما يعرفوش زي بالشغل، انا عندي كذا شغلة بعملها. بس بالنسبه لواحد النقارات بيدور بقى في الدفاتر القديمه، بيشتغل بالحاجات اللي هي ايه اللي هي ماشيه في السوق، يعني اللوحه ده تتخيل يمشي اللوحه ده اللي زي ده يعمل جنيه ونص، جنيه ونص هيعمل ايه؟ جنيه ونص؟ بيبيعوا ثلاثة ده، جنيه ونص هيعمل ايه؟ لأن الخامة جنيه ونص وأنا ببيعه ثلاثة، يبقى جنيه ونص. عملت الصبيعه كلها اربع زي دي باخد بيها 6 جنيه. طب تشتغلها ازاي؟ احنا عايزين نشوفها من البدايه، من بدايتها كده. انا اشتغلتها من بدايتها. بتنيها الاول وابص الصبيعه. ليه بتتنيها؟ عشان تشيل الهم فيها. بصوا يا جماعه ازاي بيشتغل الصواني دي، الصواني العلب الفاضيه يا جماعه، علب السمنه الفاضيه بيشتغلها عم محمود، المهنه الوحيده اللي بيعرفها. عم محمود 68 سنه، مريض سرطان، بيروح من نجع حماد الاقصر عشان العلاج والادويه اللي بياخدها. بتكملها بايدك؟ بيجوا بالزرازير دول اتجنوا على كده، دول اطلعوا على كده، دول لسه ما اتجنوش. معاك كام اولاد يا عم محمود؟ معايا 5 بنات ومعايا ولد. جوزت الخمس بنات ولا لسه في بنات منهم جاي لسه؟ جوزت الخمسة وعندي، والواد اتجوز برضه. جوزت الخمسة؟ الخمس بنات؟ الواد اتجوز برضه. في حد ساعدك ولا كله من شغلك في الشارع؟ لا، كان معايا امهم كانت بتساعدني. والدك زوجتك كانت بتشتغل معاك؟ اللي هي ام العيال. هي فين دلوقتي؟ راحت مولاها الله يرحمها. ربنا يرحمها يا رب ويغفر ليها.
يعني زي ما شايفين قصة عم محمود هو وزوجته كانوا بيشتغلوا ليل نهار عشان خمس بنات، يجوزوا خمس بنات وربنا افتقرها، ربنا يرحمها يا رب. زوجته هو قاعد يكمل مسيرته هو وزوجته في الشغل في الشارع. بصوا يا جماعة بصوا الشغل بتاعه ايه؟ بناتي انا الخمسة منهم ثلاثة في مصر في القاهرة، واثنين هنا بنجي عمال، اثنين ما سايبنيش. عايزين نبص لنا الصفيحة اللي هناك دي الكبيرة. بص يا جماعة بس دي صفيح ممكن تبقى صاج، بس الصاج غالي. بص ازاي هحاول الصاج غالي والله في جوه الصاج، لأنه روح الصاج متر في 200 جنيه. الصاج ايه؟ متر الصاج، اللوح الصاج متر بمترين و300 جنيه و200 جنيه. فانت مفيش مقدرتك يعني انت تجيب الحاجات الصاج صفيه عشان يبقى شامل للجميع. ربنا يوسع رزقك يا رب العالمين ويشفيك. الادوات البسيطه دي معاك من كام سنه يا عم محمود؟ المقصات دي ملهاش عمر، ممكن مقص ده يقعد على 5 سنين 4 سنين 3 سنين ويبوظ يتاكل. طب في حاجه معاك من 100 سنه مثلا؟ في الهده اللي زي دي يعني ده عمره 100 سنه؟ لا عمره اكثر من 150 سنه. اكثر من 150 سنه؟ ان ابويا اخده. لا ده نحطه في المتحف، ده ده اثري. ده عندك حاجات اثريه انت يا عم محمود؟ اثري ده يعتبر اثري، مش حداد يعمل دلوق حته واحده. مين يعمل دلوق؟ عشان يعمل حداد يعمل حتتين. بصوا يا جماعه الادوات دي عمرها اكتر من 150 سنه كان بيشتغل عليها عم محمود، هو طفل عنده 7 سنين وحاليا عمره 68 سنه. اعمل حداد جدو معمول حداد جدو. عايزينك نشوف الخشبه بتعمل ايه بالخشبه الصغيره دي البسيطه. بص يا جماعه المكان اللي عم محمود قاعد فيه على في الشارع اللي جوز منه 5 بنات هو وزوجته الله يرحمها. عم محمود مريض سرطان زي ما شايفين. بص اهو 24 ساعه بيدق بالخشب اهو، رغم ان هو مريض سرطان وبيسافر من نجي حماد الاقصر مشوار صعب عشان العلاج، الا انه كل يوم لازم يشتغل مكان عشان يلاقي ياكل. ليه بتخبطها بالخشبه؟ عشان ايه؟ يعني الخشب افضل ولا الحديد؟ لا الخشب، الخشب حنين، الحديد انا نغرشه، ممكن نغرش تعمل بحاجه زي الموس عور اللي بيها. طب قلنا يا عم محمود ازاي بتسافر من نجي حمادي الاقصر عشان العلاج، وكلمني عن مرض السرطان اتصبت من بيه امتى؟ امتى اتصبت بالسرطان؟ من 3 سنين ما استعملش بيه الا من سنتين. ليه ما استعملش بالمرض؟ كان في حركه بالشغل، وابو لو زي الانفلونزا يروح. احنا اهمال بس. اهمال؟ ما كانش في استطاعتك يعني في فلوس انت تصرف على المرض؟ لا في فلوس. لو ما معيش فلوس حبايبي كتيرين ممكن امال على ده اخد منه، امال على ده اخد منه. سد بعد كده. لما
إهمال بالنسبة للشغل. الشغل أعمل إدي كلمة للناس، عاوز أكون الوعد بتاعي مظبوط ليها. اه يعني انت ما كنت اهملت في المرض عشان الشغل بتاعك، عشان لقمة عيشك. الشغل بتاعي ما تقدرش تسيب لقمة العيش وتمشي بس كده. طب قلنا انت بتصنع ايه وايه من الصفيح؟ ايه الحاجات اللي بتصنعها غير الصفيح، غير الصواني الالواح الفايش؟ دلوقتي انا بعمل الصفيح ده كل حاجة تخطر في بالي من الصفيح. يعني انت الكلية، كلية الفنون الجميلة مثلا، طلب منك حاجة وردة تستعمليها اسمها فرقة. فوانيس عصافير. انت بترسم فرقة؟ الطالب نفسه. يعني كده دي اكتملت؟ واحد خلص على كده. دي بكام دي؟ دي بتلات جنيه. طب انت بتشتريها بكام؟ بشتري الصبيحة بستة، تطلع أربعة زي دي. طب عايزين نشوف اللمبة. اعملها لنا. واللمبة دي بتتباع ب 30 جنيه. ازاي بتعملها؟ كلمني عنها. البنورة دي بنشتروها. والعدة دي بنشتروها. والشريط ده بنشتروها. العدة دي بتيجي من مصر. طب مين بيجيبها لك يا عم محمود؟ انت راجل مريض و 68 سنة. التجار هنا بتيجي بيساعدوك يعني؟ يا عم فلان احنا عاوزين كذا كذا، يكون عندي يوم الاثنين، يقول لها اسبوع الجاي انا جاي اجيبه لك معايا. طب ركب لنا دي. بصوا ازاي يا جماعة بيشتغل عم محمود. اللمبة الجاز، اللمبة البنورة اللي كان عايشين عليها اجدادنا. اجدادنا زمان كانوا عايشين على اللمبة دي، بس تقريبا التركيبة مختلفة عن محمود. يعني ما كانش فيه بتاع ده، كانش فيه صفيح. ما كانش فيه دي. ده الاول كان جزاز. بصوا ازاي بركبها يا جماعة. عم محمود 68 سنة، جوز 5 بنات من شغله في الشارع زي ما شايفين على الناصية. اهو بصوا المكان اللي هو قاعد فيه عم محمود. راجل مريض سرطان في الزور، عنده ورم في الزور، جوز 5 بنات هو وزوجته. زوجته توفت وهو قاعد يكمل المسيرة على الرصيف. على الرصيف يا جماعة، من الرصيف جوز 5 بنات. كده اكتملت البنورة. الميزة بتاعتها اللمبة دي اللي فيها مراية. المراية دي تعمل عكس. تعمل ايه؟ تعمل عكس للنور. عكس إضافة تدي إضاءة أكتر. البنورة دي والحتة دي في البنورة دي تمسك البنورة عشان ما تطلعش. ارتاح ليا كده. الأجماع دي تبعك طبعا اللي معلق على ال الأجماع دي بالتحديد. ده معمول ركوع، ركوع في حتة مزنوقة. كملنا دي. ده بتاع سمنه. احنا نعمل الزبده سمنه. كملنا دي عايزين نشوفوها. بتسويها ازاي بالخشب الاول انت يا عم محمود؟ يعني معلش ممكن من فين دي؟ هي دي؟ مش دي انت بتسويها الاول ولا بتعملها ايه؟ بصوا يا جماعه دي الادوات اللي عم محمود شغال بيها. يعني في حاجات اثريه هنا. يعني بصوا ده عمره 150 سنه. ده عمره 150 سنه عم محمود. الاداه دي عمرها 150 سنه. عم محمود عمره 68 سنه، منهم 60 سنه على الرصيف زي كده بيشتغل عشان اولاده. اصيب مرض السرطان ايه سبب مرض السرطان اللي اتصبت بيه يا عم محمود؟ ابو الشغل. اتصاب من الشغل يا جماعه. ما انا سالت قلت لهم ايه سبب السرطان ده؟ قالوا ده المعظم مكروه. مكروه من ميه النار. طب انت بتشتغل في ميه النار؟ وريحه الغاز. عشان هو بيلحم يا جماعه شغال على النار. طبعا ما شغلناش النار لان منعنا ان احنا نظهر النار. هو اصلا بيشتغل كل حاجه على النار عم محمود.
بسبب ميه النار اللي بيستخدمها في اللحام، الادوات بتاعته اللي بيشتغلها، اصيب بمرض السرطان من 3 سنين، بيسافر من نجع حماد الاقصر عشان يتعالج من مرض السرطان، وبيجي يكمل بيجي يكمل شغله عادي من الساعه 9 للساعه 6 المغرب في المكان اللي احنا شايفينه ده. بص يا جماعه، ليل نهار بيفضل يدق زي كده بايده، يعني حتى ايده بتوجعه من كتر ما هو بيشتغل دق بالخشب على الادوات بتاعته. يعني ربنا يوسع رزقه. انت ايه سبب الخبيط يا عم محمود؟ لا، ايه سبب الخبيط عليها؟ عشان اقضي بقى الحاجه اللي انا عاوزها. بيت للتانيه مستعدل المطبات اللي هو بصريح. انت اللي بتكمل بيها الصينية اللي هي الزرادية دي كماشة. الزرادية بتتكمل بيها. هي اسمها زرادية كده؟ زرادية دي. طب انت الحاجة دي بتاخدها معاك البيت ولا بتجيبها ازاي؟ بتقول عليها بنسة. بتقول عليها ايه؟ بنسة. بنسة؟ بالادوات دي. بصوا يا جماعه، الادوات حوالين عم محمود في الشارع، في ناحيه من شوارع مركز نجي حمادي شمال محافظه قنا. عم محمود عمره 68 سنه، بيشتغل كل حاجه من الصفيح. ما انت عندك مرض السرطان في ايه يا عم محمود؟ قلب من المخروط. فين يعني؟ زورين. الورم عندك في الزور. كان وارد، خدوا منه عينات 4 مرات. خدوا منك عينات 4 مرات. زوري اتمنى رياض ال ودخلت عليه شعر 4 مرات. عملت شعر 4 مرات؟ والورم ما خفش في الزور؟ خدوا مني عينات دم يجي 12 مرة. ولسه بتكمل العلاج؟ ولسه الحمد لله. يعني رغم المأساة اللي هو فيها عم محمود، يعني دايما كل كلام والحمد لله الرضا. يعني هو نفسه في كشك بسيط يلم فيه الادوات بتاعته المرميه في الشارع دي، بيشتغل في الشارع. لان هو في الصيف، في الشتاء بيشتغل في الشارع، انما في الصيف بيشتغل مساء بس، لان درجه الحراره بتكون مرتفعه الصبح، ما بيقدرش ان هو يشتغل في جو الحر والشمس. راجل جوز 5 بنات، مريض سرطان، عنده ورم في الزور، عمره 68 سنه، بيسافر من نجع حماد الاقصر بصفه مستمره عشان يواظب على علاج السرطان، ورغم كده مش مبطل شغل. طب ليه يا عم محمود رغم تعبك لسه بتشتغل حتى الان؟ بتخنق في البيت. ما تقدرش تقعد في البيت؟ انا بناتي اللي هنا كل واحده معايا شقه. مرضين شغلنا اقعد في الشقه بتاعتي. الساعه 8 اللي فاتت هم قاعدين معاها اقعد انا معاهم. بتيجي كنا عندها يوم ده كان لايفنا معاكم النهارده عن قصه عم محمود صاحب ال 68 عاما، امبراطور السمكره في محافظه قنا، بيصنع كل حاجه من الصفيح، العلب الفاضيه بيشتري العلب الفاضيه بفلوسه وبيصنع منها كل حاجه. عم محمود 68 عاما، مريض السرطان، ربنا يشفيه يا رب ويوسع رزقه ان شاء الله. واستنونا في لايف جديد. كانت معكم سمر مكي من محافظه قنا، دمتم في رعايه الله.